بنرحب فيكم مرة ثانية وأهلا وسهلا فيكم. نبدأ المحاضرة الآن، لكن قبل أن نبدأ هذه المحاضرة اللي شابتر 6 عن الـ Software and Vendor Selection، واللي راح نتطرق فيها لأنواع مختلفة من الـ ERP Vendors، وقلنا إنه الـ Big Titans المعروفين هم SAP وأوراكل ومايكروسوفت، لكن هذا لا يعني انهم هذول لحالهم بالسوق، في كمان عندنا كثير من الفندورز بهذا الموضوع، كما ان الامر ليس فقط انك يعني اذا اخترت ساب خلص انت وصلت للهدف تبعك. طبعا لمن يريد ان يختار ساب عليه ان يعني يدفع تكاليف ساب، في ناس ارخص لكن اقل جوده، لكن قد يكونوا مناسبين اكثر. فهي مساله الفندور سيلكشن، هاي مساله بتعتمد يعني الكيس فادي اللي ناقشناها المره الماضيه المتعلقه بالوولمارت اللي اختارت ساب. وولمارت شركه عملاقه، فمن الطبيعي انه هذا العملاق يختار عملاق اخر مثله، تمام، ويعني قادره وولمارت انها تدفع الملايين بل المليارات في سبيل انه يكون عندها اي ار بي سيستم. وقلنا انه الشركه عملاقه زي الوولمارت مثلا عندها شبكة توريد عملاقة supply chain flow، اوكي، من الـ manufacturers والـ producers يعني منتجي المواد الخام إلى الـ manufacturers. طبعا احنا لما نحكي عن Walmart ما عندها مواد خام قدر ما عندها مثلا تتعامل مع شركات الحليب، مثلا نستلة تتعامل مع شركات أخرى، مثلا نيجي على هايبر باندا زي ما حكينا قدام المثال، هايبر باندا مركز توزيع بيتعامل مثلا مع المراعي، مع نادك، مع هذا في موضوع الحليب، فما بالك في شركات اخرى كثيره، الى ان يرسل العمليات. يعني هون كان عندنا assembling، هون ديس fragmenting كمان، يعني بالوقت اللي هون عندنا assembling باليسار، عندنا هون باليمين fragmenting للريتيلرز. هذا الكلام كله صحيح، كنا قد تحدثنا عنه بالكيس بادي المتعلقه بوولمارت، تمام، مع ساب لمن حدثوا، وقلنا لكم هذاك الوقت على المصطلحات من عالم الشبكات برايفت اندستريال نتوركس، تمام، ولانه بتحكي عن علاقه كبيره بين مجموعه كبيره من السبلايرز الى ان تصل للكستمرز، تمام، فهذا بيمر بمجموعه كبيره من قواعد البيانات والشبكات تكاد تكون بهذا التعقيد، يعني بهذا التعقيد من الامور. على كل حال احنا ما بدنا يعني ليست مطلوبه منكم وول مارت وشاب، هي كيس ستدي يمكن ان حد اي حد منكم يشرح بشيء مشابه عنها، تمام. اليوم احنا في مقام انه نبدا نختار او نتعلم كيف نختار الفندور المناسب للشركه تبعتنا. طبعا في المحاضره الماضيه انا كنت قد تحدثنا عن ال virtualization، لما حكينا لكم عن الحوسبه السحابيه، لما حكينا عن ايش؟ عن الحوسبه السحابيه، وفهمتوا ال virtualization، وجود الهايبرفايزر اللي احنا قلنا انه من احدى الامثله عليه الفي ام وير اللي بيعمل تقسيم بارتيشنز للسوفت وير. طبعا من هذا الكلام انت بتستنتج الحوسبه السحابيه، بتبلش تفهم ايش يعني حوسبه سحابي من خلال هذا التدرج من الانفراستراكشر من تحت، مرورا بالبلاتفورم الى ان تصل للسوفت وير از سيرفيس. كل ما طلعت لفوق كل ما احتياجك كان اقل من السعر اللي بتدفعه اقل، كل ما نزلت لتحت كل ما السعر كان اكثر. طبعا هذا الكلام اللي بتعمل فيه انت من فوق لتحت ايش علاقته باللي شرحناه المره الماضيه؟ مزود الكلاود امازون بيشتغل بهذه الطريقه، وكيف بيوفر لك وكيف يوفر لك كل ما تحتاجه من خدمات اللي بالطبقه هاي، او بلاتفورم اللي بالطبقه هاي، او حتى ينزل تحت انفراستراكشر. فهي مساله بيعلمك الكلاود انه كيف تنتقل بالمستوى الخدمه من السوفت وير از سيرفيس او للانفراستراكشر از سيرفيس الى ما اردت ان تختاره. طبعا لاحظ هون انت بحاله اختيار للطرف المقابل، بالتالي انت حتى قبل ما نحكي عن هذا كله، احنا الكلام صحيح حكينا عنه المره الماضيه،
وشابتر 5، وحكينا عن الشابترز القادمه الصحيح اللي راح نحكي عنها. طبعا قلنا لكم انه بالسبلاي تشين نقطه بغايه الاهميه، لاحظ العلاقه من السبلاير للكستمر، في مانيفاكتشرر، في ديستريبيوتر، في ريتيلر. هذا الكلام احنا كله حكينا لكم عنه الصحيح، وقلنا انه انا راح اركز بس على، يعني راح اركز اكثر فيما تبقى من وقت على هذه المسائل اللي بغايه الاهميه لحتى تكونوا فاهمينها كويس. ولانه الامور كمان اللي تطرقنا لها في شابتر 3 لما كنا نحكي عن السوفت وير از ا سيرفيس وال امور الاركتكتشر والجرانيولاريتي المختلفه الى ان وصلنا للمايكرو سيرفيسز وحتى الكلاود اللي شرحناه المره الماضيه، كل هاي الامور تعتبر امور تقنيه. لكن هل انت كطالب نظم معلومات لازم تكون فاهمها؟ طبعا لازم تكون فاهمها. قد لا يطلب منك ان تعمل نظام، اوكي، بس لازم تكون قادر على الاجابه على سؤال من هو المزود الافضل بالنسبه لي. لانه انت هون يعني محاضره اليوم راح ندخل فيها كمان، لاحظ احنا راح نعمل بريفيو للاشياء الاساسيه، بعدين راح ندخل على مساله الشراء قديش هي معقده، هاي المراحل اللي فيها الى ان تشتري نقطه 8 تكون مر مجموعه كبيره من المراحل. فالتعب الاي ار بي، انت مش عم تشتري شيء بسيط، انت لا تشتري شيئا بسيطا، عفوا، انت مش قاعد تشتري شيء بسيط. مش رايح السوبر ماركت تشتري مثلا يعني علبه حليب مثلا، او عفوا بهذه العباره، انت مش رايح تنزل سوفت وير على جهازك عادي، او حتى تنزل سوفت وير على اللاب يعمل اشياء معينه. لا انت عم تشتري اي ار بي، انتربرايز ريسورس بلانينج سوفت وير، نظام قادر على انه يربط بين كل هالمجاميع العملاقه اللي عندك بالشركه، سواء كانت شركه عملاقه زي وول مارت او شركه صغيره زي المدرسه مثلا اللي يفترض انه انت مثلا تخرجت منها امس، او الكليه اللي بتداوم فيها الان. لاحظ هذه صغيره جدا بالقياس لمؤسسة عملاقه زي وول مارت او حتى ايرام. فما بين هذا المؤسسه الصغيره سمول لهذا اللارج او التايتن جاز التعبير، لللارج الاصغر منه، للسمول اند ميديوم المتوسط الحجم، هذه كلها سكيلز مختلفه. بغض النظر انت سواء هذا او ذاك، انت ما بتصل لمرحله الشراء الا بعد مجموعه كبيره من العمليات يجب ان تكون منتبها اليها. لذلك احنا يعني نصف هاي العمليه بالفندور ريسيرش، يعني تعمل انت بحث. شو معنى كلمه ريسيرش؟ يعني لحتى تفهموها بكل بساطة، سيرش معناتها بحث، ريسيرش إعادة بحث، يعني again and again and again until you reach your destination, your aim, your purpose، إلى أن نصل لمرحلة البيرتشيز. مسألة بحث. ولطالما تتكلم أنت عن البحث، لاحظ يعني في مجموعة هون من الأمور التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار قبل أن نختار الفندور. قبل أن نختار إيش؟ الفندور. هذا راح نحكي عنه إن شاء الله الآن. وبعد ذلك ممكن نعمل هون، لاحظ هون شورت ليست. هذه شورت ليست، هذه السلايدين اللي هون شورت ليست، تقريبا 8 شركات عملاقة. لا مش عملاقة، يعني جزء ساب تكون عملاقة. أوراكل طبعا شركة عملاقة 100%. أوكي، عندك الجريت بينز، مايكروسوفت عملاقة، هذول الثلاثة عمالقة صحيح. بقية الشركات الكبرى برضو كمان شركات كبرى زي لاوسون، زي اس اس اي جلوبال، زي ابيكور عشان نفضها العرب، ابيكور، زي انفور فيجوال، بليكس اونلاين، كل هذه شركات اخرى كمان موجودة بعالم الاي ار بي تتميز ببعض الامور. انا بدي اضيف كمان الاي ار بي المجانية اللي شرحنا لكم اياها المرة الماضية اللي هي الاودو. الاودو نظام جميل جدا، انا بقدر اوصفه انه اوبن سورس ومتاح للجميع، يو كان دو يور اون. طبعا لا ننسى انه هذه السلايدات بال 2013 او 2012، قديمه جدا، يعني احنا الان بال 2023، فلا بد من انه، وانا بدوش قلت لكم قبل هالمره انه هذا الكتاب انا حاب اعمل ابديت له. اذا درست الماده المره الجايه مع الاغلب يعني راح اعتمد على هذا الكتاب طبعا كونه مقرر، لكن ساضيف له افكار كثيره من مصادر
مختلفة، وراح أعمل أبديت حتى للسلايدات ممكن بشكل كبير يعني. فمرة ثانية، مرة ثانية إحنا لما نحكي عن الفندور سيلكشن، والمحاضرة الماضية حكينا عن السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل، أو اللي قبلها حكينا عن المرحلة اللي هو لما جبنا سيرة الفانيلا والشوكلت وكل هالسيلكشن او كل هالبروسيسز اللي بالسوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل للاي ار بي. انت لازم تفهم شغله كمان، يعني انت بتتعامل مع اي ار بي، يعني ممكن انت تكون بحاجه لا ما يسمى بالبي في ار. واذا بتتذكروا المره الماضيه لما جبنا لكم سيره البيزنس موديل بي بي ام ان، وتحدثنا بالبي بي ام ان عن مساله الاز از والتو بي، از از الكرنت الوضع الحالي والوضع المستهدف المستقبلي. هذا الامر اللي بيحدد انه اذا انت بدك تعمل بي بي ار ولا لا، بزنس بروسيس ري انجينيرنج. اوكي، هاي مساله في غايه الاهميه، ري انجينيرنج، اعاده هندسه، اعاده هيكل. فلاحظ دائما وابدا اول محاضره شرحنا لكم اياها مهمه جدا، يعني اذا انا بدوز هذا الشكل اللي بدي اياكم دائما تستحضروه، الهرم الاداري وما هنالك من مستويات، كانت فيرتيكال او حتى هوريزونتال بهذه الطريقه. هذا الامر اللي انا بدي اياكم دائما تضلوا تتذكروه. اوكي، وخلينا نرسم باللون الاحمر التدفقات اللي بتصير بين كل، طبعا هذا الكلام يعني مره ثانيه، هذا البعد الاستراتيجي، هذا البعد التكتيكي، هذا البعد التشغيل اوبريشنال. اوكي، كل واحد من هذول عباره عن فانكشن، كل واحد من هذول الازرق عباره عن فانكشن. فاذا قلنا هذا الاتش ار، هذا الانفنتوري، هذا البيرتشيزز، هذا السيلز، هذا هذا الماركتنج اند سو اون. لاحظ هاي الابعاد اما بتكون افقيه او عموديه، سواء كانت افقيه او عموديه، فالتقاطع اللي بين هذا الافقي والعمودي بينتج عن وحدات بزنس يونتس او ما يسمى بأورجانيزيشن، اورجانيزيشنال يونت. كله هذا اورجانيزيشن، هذه الاورجانيزيشن ليش سميناها اورجانيزيشن؟ لانها اورجانيزد، انقسم بهذه الطريقه لهذه الاقسام. فالان الفلوس بين الوحدات هذه المختلفه، هذا اللي احنا بنسميه بزنس بروسيس، هذا اللي بنسميه ايش؟ بزنس بروسيس. فالوحده، وحده البيلدينج، البيسك بيلدينج بلوكس اللي عندنا هون اللي هو البزنس بروسيس. تمام، احنا بدوس فصلنا لكم محاضرات اخرى يعني مفهوم التاسك، الاكتيفيتي وما الى ذلك من امور، طبعا سواء تاسك واكتيفيتي واكشنز وما الى ذلك، هاي كلها يعني وحدات اقل بالجرانيولاريتي. من شان البي بي ام ان مثلا او اليو ام ال، بعض اليو ام ال دياجرامز انها زي الاكتيفيتي دياجرام تحل الاشكاليه قبل ان تتوجه للبرمجه، لكن البيزنس بروسيس هو المصطلح العام. يعني كيف لما تقول انت بتقيس المسافات بين المدن تقول والله بالكيلومتر، الكيلومتر يحتوي على متر وسنتي وما الى ذلك، بس لسنا في حاجه لذكر السنتيمتر في هذا المستوى، يعني في هذا المستوى نكتفي بالكيلومتر. كيف؟ ولسنا بحاجه نتحدث عن الاف وملايين، نكتفي. فالقصد انه البيزنس بروسيس مفهوم يعبر عن ما نحن نريد ان نعمل له فيجر اوت حتى نحدد ما يتوجب علينا فعله في ايش؟ في اختيار الفندور. لانه اللي بيجي من شركه ساب لازم يكون هو بده يعمل لي بزنس بروسيس انجينيرنج او انجينيرنج، فلازم يتعامل مع شخص يكون فهمان البزنس بروسيس اللي بالشركه. لانه انا هذا الكلام كله بدي اعمل له كمبيوترايز سيستمز اي ار بي، والاي ار بي قلنا لكم انها هي يعني النظام بكل بساطه بابسط حاجه حالاته، نظام المسؤول عن البزنس بروسيس بالاورجنايزيشن او الكوربوريشن، سميها ما شئت، او بالانتربرايز. يعني بهذا المستوى احنا بدناش نفرق بين كل هالمصطلحات هاي، ولو انه في فروقات بيناتهم، لكن بالنهايه انت بتحكي عن مؤسسه، انت بتحكي عن مؤسسه، شركه كانت ام
كلية أم جامعة أم مدرسة أو ما شئت. فلذلك يعني هاي نقطة في غاية الأهمية يا جماعة. الإشي اللي أنا بحكي فيه هون اللي هي مسألة، أرجو أن تكون الأمور مناسبة، إذا حد عنده أي استفسار أو سؤال فليبادر وليسأل قبل أن نأخذ حضور غياب كمان شوي. تمام، واضحة الأمور يا جماعة؟ أرجو أن تكون الأمور واضحة، وإذا احتجتوا أي سؤال أو شيء بإمكانكم أن تسألوا. فلذلك يعني بناء على هذا BPR two major documents are often a result of data and functional flow of departmental or business processes. لاحظ flow هو يتحدث عن هذا بين departmental أو إيش أو business processes. يعني لاحظ هذا departmental business processes. Departments كل واحد من هذول department واللي بيحصل بيناتهم عبارة عن business processes. تمام، إما data أو functional. Table of or description of functions in each department and the level of importance at each function. Each department and level of importance. هاي مسألة مهمة تؤخذ بعين الاعتبار. بالتالي identifying vendor system functionality based on documented process will help to purchase a system based on facts. هاي نقطة في غاية الأهمية يا جماعة والروعة. لاحظ facts. وانا يعني لما انا بحدد البندور اللي انا بدي اياه قبل ان اقول احسن، والله ساب احسن من ابي قور او ابي قور احسن من ساب واحسن من اوراكل او ما شابه ذلك، انا لازم اكون فهمان الحقائق اللي عندي، لازم اكون فهمان البزنس بروسيسز اللي عندي لحتى اقدر اتفاوض مع هذا المقابل، هذا البندور المقابل. فلذلك يعني من ناحية إدارية بصير في عندنا نوع من RFPs أو RFPs. RFP يعني من Request for Bids، وعادة يقال إلها Request for Proposals، يعني زي ما تقول عطاءات. بحدد المواصفات تبعتي وببعثها للفندرز هذول، لهذول الفندرز. تمام، وكل واحد بيعبي الكريتيريا أوكي، وأنا بختار الأفضل، لاحظ انا بعبي قاعد وكان قاعد بعبي استبيان او كراتيريا وبرسل للجماعه وتا يردوا علي تايم كونسيومينج وقت بياخذ وقت كثير صحيح، بالاضافه للتكاليف، تكاليف التحليل الاناليست، الوقت اللي بمر هاي العمليه مكلفه بتاخذ وقت لإلي انا وللفندور المقابل، لكنها قد تفضي الى توفيرات كبيره جدا بالسوفت وير عندما تعمل بالطريقه الصح. لذلك هذا الـ RFP should always include the following type of ERP system that company wants with specific functionality. نوع الـ ERP مع الـ functionality المطلوبه بالضبط. functionality بناء على ايش؟ بناء على هاي البزنس بروسيسز وهاي الـ departmental functions اللي هون عندي بكل بساطه. برضو كمان specified hardware and software infrastructure، يعني مش بس القضية انه انا بحكي عن functions و business، ما هنالك من technology يلائم هذه البزنس من شبكات وقواعد بيانات وامور التقنية اللي حكينا عنها بالarchitecture. لاحظ هاي الامور فهمها بطريقة شمولية من وين الarchitecture اللي اخذناها في شابتر 3، لذلك هي في غاية الاهمية. training requirements طلبات التدريب، ERP نظام ضخم فبالتالي لازم يكون في عندي نوع من التدريب قبل أن أبدأ العمل به، بالإضافة لأي عقد كونتاكت معين مرتبط بالشركة، لأنه هيك سوفت وير عملاق كبير جدا زي ERP فيه كثير كونتاكت، عقود تدريب، عقود يعني كمان شوية مصطلح أيوه هذا مصطلح جميل جدا Total Cost of Ownership. Total cost of ownership يعني أنا مش عم بشتري منتج بدفع ثمنه بس، لا أنا بدفع ثمن تدريب ناس عليه، بدفع ثمن installation له في الشركة تبعتي، بدفع ثمن المحامي اللي كتب العقد، بدفع ثمن المحلل اللي كتب لي الكريتيريا، بدفع أثمان كثيرة. هاي الأثمان الكثيرة أو هاي التكاليف أنا بسميها اللي هو total cost of ownership، تكلفة الإجمالية للتملك، إن جاز لنا أن نترجمها بهذه الطريقة.
التكلفة الإجمالية لإيش؟ للتملك، للملكية. فهاي مسألة في غاية الأهمية صحيح بمسألة الـ Vendor Analysis Elimination. الـ Office Staff will need to evaluate functionality, IT Staff will evaluate technology requirements. لاحظ هذا إعادة للي سبق بكل بساطة، تكنولوجي، ومن ثم بدي أحلل العقد والأسعار الموجودة عندي بكل البنود هاي اللي ذكرتها قبل شوي. بقول لك كمان no vendor will meet all requirements of vendor discussions and negotiates. ايوه في نوع طبعا بالمناسبه، يعني طالما بتعمل انت تشيك ليست او كريتيريا مكون من 6 7 10 12 صفحه وجبر يعني، فلم تجد احد يجيبك كل طلباتك، لكن يكون في نوع من المفاوضات والمناقشه الى ان نصل للبيست فيت فور ذا بزنس. لاحظ ما قال لك الاوبتيمال الافضل، ما بنقدر نوصل للافضل، وكانه قاعد بقول لك البيست فيت ساتسفايسنج على راي هربرت ساين، ساتسفايسنج شيء المرضي، الى ان نصل لمرحله انه نعمل تطوير وتحليل لهذا التوتال كوست اوف اونر شيب وما يرتبط بالامر من امور كمان متعلقه بلاحظ الكونتراكت مانجمنت. في كمان لايسنس اجريمنتس، لايسنس اجريمنت، في عندنا نوع من اللايسنس، لايسنس اللي هو الرخص، رخص استخدام المنتج او السوفت وير او ما شابه ذلك. بالتالي ما يرتبط الامر من مينتنس والانستليشن زي ما حكيت لكم، قد تكون في العطاء موجوده بشكل منفصل، اوكي؟ وهذا الامر كله لاحظ كونتراكت لايف سايكل مانجمنت، ما بنحكي عن سوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل، لا كونتراكت لايف سايكل، يعني العقد قبل ان يتم توقيعه يمر بمرحله دوره حياه، تخيل لوين يعني. وهذا كله يجب ان يتم التاكيد عليه خلال الحديث عن توقيع العقد، لانه هذا العقد بده يكون بالالاف بالملايين بالمليارات، زي حاله ساب مع او وولمارت مع ساب مثلا، او حتى ارامكو مع ساب. Things every ERP contract should have، كل عقد يجب أن يتوافر على ما يلي. هذا الأمر راح نحكي كمان ونأكد عليه ونتابع الحديث عنه هون، قبل أن ننهي كالعادة بالتأثيرات على الإدارة وما شابه ذلك. إذن يعني بكل بساطة، أنا أتحدث هنا عن الشابتر 6، هذا المطلوب من شابتر 6 الصحيح، الأشياء الأساسية هاي، ما بدي أكو تغرقوا بتفاصيل بقدر ما تفهموا البيج إيميج من الموضوع. فلما بنحكي عن الهاي ليفل ERP purchase process، ثمان مراحل زي ما حكيت لكم مرة ثانية، في عندنا vendor research and information gathering، مجرد جمع للمعلومات، ومن ثم بكون في عندنا high level vendor demonstration and evaluation، بحدد ال vendors اللي موجودين عندي، اوكي، وبحاول اقيم بيناتهم مبدئيا هاي ليفل، يعني لسه ما دخلت بالتفاصيل، لساتني ايش هاي ليفل، لساتني رؤوس اقلام، لانه بعد هيك بعد ما احدد السكوب تبعي انا بحاجه ادخل اكثر بتقييم المتطلبات تبعتي وافهمها اكثر، وبالتالي بعد ما اكتب المتطلبات تبعي واكون فهمان ايش اللي بدي اياه بالضبط، بعد ما اكون فهمان ايش بدي اياه بالضبط، بقدر اعمل انا ايش الـ request for bid of or proposal اللي قلناه قبل شوي، RFB أو RFP، برسله للشركات للفندورز عفوا، وأنا شركة باعتبار، فبالتالي بين الفرق بين كلمة شركة وشركة، أنا الشركة الكاستمر والفندور هم الشركة الفندور المزود للخدمة سبلاير، جزء من التعبير بالمفهوم اللي هون يعني، حتى ما نتخربط بكلمة سبلاير وكاستمرز اللي جبناها باللوجيستكس قبل شوي لما كنا نحكي عن supply chain management. اوكي. بعدين بعمل analysis and selection. بعد هاي المرحلة بعمل analysis and selection من evaluation ومن functional evaluation. كل ما ذكرناه قبل قليل وtechnical وvendor detailed وcontact conferences references وdevelop total cost of ownership TCO. بصل بعدين لمرحلة negotiation إذا نصل للشيء best fit زي ما قلنا. براجع العقد وبعمل تغيير، وبالنهايه بعمل سياسه التسعير اللي عندي من بكل ما هنالك من بنود
طبقت عليها إلى أن يتم الشراء النهائي. فلذلك يعني هون بالمراحل هاي هون بيبدأ من نمبر 1 اللي هو الفندور ريسيرش، تمام؟ بعدين بيبدأ بالحديث عن الشورت ليست اوف اي ار بي فيندورز، ها هاي ليفل، على مستوى الهاي ليفل. الماتشنج ريكويرمنتس اللي هي رقم 3، ماتشنج ريكويرمنتس هاي باعتبار ايش؟ رقم 3. بعدين ندخل هون للار اف بيز، فيندور اناليسيس اند استيميشن زي ما شرحناكم قبل شوي، ومنتابع الى ان نصل للنهايه. لاحظوا هاي العمليات كلها، يعني هون حاطه ان اوردر، لو بنعملها ان اوردر زي ما كانوا تطلع 8 خطوات تقريبا او 9، anyway 8 او 9. القصد انه هي خطوات مش امر سهل، يعني مش زي سوفت وير اخر. طيب بعد مرور يعني ما بعرف قديش ضل مر علينا من الوقت، يعني اعتقد نصف ساعه، نتوقف حتى ناخذ حضور وغياب، بعدين نتابع اعطاء هاي المحاضره. اذا حد عنده اي سؤال او استفسار فليبادر ويسال ما يريد. كنا قد تحدثنا في بدايه المحاضره عن هذه الشركات مختلفه، وتحدثنا عنها بكلام يعني نوع من الاسقاط على حالات واقعيه.